بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد للنجاة الفورية من كل مصيبة وهم وغم وكرب، ولقضاء الحوائج فورا بإذن الله تعالى. هو ما نقله طاووس اليماني عندما رأى مولانا الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام ساجدا وهو يقول: إلهي، عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك، مسكينك بفنائك. ثم قال طاووس اليماني: أقسم بالله إني ما دعوت بهذا الدعاء عند المصيبة والكرب إلا وجدت النجاة فورا، وكذلك في قضاء حاجاتي جميعا. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.